احنا نقول لهم للبرلمانيين والعادل عبد المهدي صارت بيننا وبينهم كسرت عصه. كسرت عصه لانه احنا انتخبناهم وجبناهم ما سوونا كل فائده وكل حل. ما احنا كل تطور ماكو. احنا نريد نصير مثل هاي الدول. انا من طالعه مو على مودي، انا عمري هسه 60 سنه، انا طالعه على مود احفادي واولادك والجيل الجاي. يريدون يفتحون عينهم على بلد نظيف حلو، ضابط والجندي ابني واخوك وابن عمك وابن عمه واخوه، ما مو غريبين، لا 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 لا، ما شفنا من عندهم غير بس الاخلاق ويرتبونا وهم اللي يحافظون علينا. هذول اللي يضربونا مو عراقيين. العراقي ما يضرب اخوه. واقولها ها احنا هوسه تهل العماره شو نقول؟ نقول الموت الى لحق، موش على وساده الموت على لحق، موش على وساده الموت على لحق. البعض يصور انه الناس يعني رايحه الطريق مجهول، لكن وبالحقيقه الناس وصلت الى مرحله الوعي، تعي من هو الفاسد، تعي من تسبب في تخلف المجتمع. اكو حديقه قرب المعارض احالوها ب 6 مليار ونص. هذا هو الضحك على الشعب العراقي اللي خرج اليوم. اما يقول لك والله من دسين، لا انا بالمتظاهرات، انا عراقي ابن عراقي وابن شهيد، انا اليوم في المتظاهرات يوميا، لا يوجد بيننا اي مندس، واذا لقينا مندس بحثي في اي مكان ندوس راسه. هاي احنا وطنيين طالعين، كل العراق اليوم معي، اليوم تالفوا مع دقيقه، اليوم تالفوا خواتنا وامهاتنا والشباب والكبار. مشاريع كلها قديمه، ابسط شيء مثلا يضرب لك مثلا مديريه الوثائق هي مدرسه، اهداء مدرسه من دوله الكويت. وتم تحويلها الى دائره، يعني شوف انت يعني مدرسه تهدي الكويت كمدرسه هناك بالكويت، هاي في منطقه بدايه يعني مدينه الذره مقابل الذره.